لكم من جديد في درس عموميات حول الدول العددية. وهذه المرة هذه غادي نشوفوا الرتابة ديال المركب دالتين ثم الرتابة ديال الدالة لامدا، حيث لامدا عدد حقيقي مضروب في اف، ثم مجموع دالتين عدديتين. إلى خدينا واحد دالة دالة عددية اف، غنبداو بهذه، هذه هي الأولى. إلى خدينا واحد دالة عددية اف اللي هي اكس أس 2، حنا نعرفوا الدالة العددية، فكل عدد كل ما كنزيد نكبر في الأعداد كل ما هاد الصور هادو كيتزادو. بحال مثلا حنا ناخدو هنايا ناخدو أن الصور أن الأعداد وهنا الصور ديالو. بحال مثلا إلا خدينا الواحد الصور ديالو هي واحد، لأن واحد بس اثنان هي واحد. إلا خدينا جوج الصور ديالو هي أربعة، إلا خدينا ثلاثة الصور ديالو هي تسعود، وإلا خدينا أربعة الصور ديالو هي 16، وهكذا. وغادا 10 الصورة ديالها هي 100. لاحظ معايا ان هنا غادا في خط تصاعدي، يعني كل ما القيم ديال لي زيكس كيتزادو كل ما القيم ديال لي زيف دو اكس كيتزادو. بحال مثلا هنا واحد طاني واحد، جوج طاني اربعة، انا كنت غادي واحد وغادي ولا اربعة ولا تسعود ولا 16، وغادا وغادا كتزاد. اذا هاد الدالة فهي دالة تزامنية. لاحظ معايا ان علاش ديتي ضربتي هاد الدالة ضربتيها بجوج، يعني العدد اذا كان واحد فالصورة ديالو هي جوج اكس و اثنان، يعني انها تكون هي جوج، وهذا يولي هو 8، وهذا تولي هي 18، وهذه تولي هي 32، وهذه تولي هي 200. كذلك الدالة كتبقى تزايدية، ضربتيها في ناقص واحد غادي تبدل، لأن هنا جوج، إلا ضربتها في ناقص واحد يعني ناقص اكس و اثنان، فواحد تعطيني ناقص اثنان، وهذا تعطيني ناقص واحد، تعطيني ناقص واحد، وجوج تعطيني ناقص أربعة، وثمنطاش تعطيني هاد ناقص ثلاثة تعطيني ناقص تسعود، وهنايا غتعطيني أربعة غتعطيني ناقص ستاش، وهنايا تعطيني ناقص 100. لاحظ معايا أن الدالة كانت تزايدية كي ولات تناقصية. لاحظ ناقص واحد راه قيمة كبيرة مقارنة مع ناقص ربعة، حيت ناقص واحد كبر من ناقص ربعة، وناقص ربعة راه قيمة كبيرة مقارنة مع ناقص تسعود، يعني غادي كنقص. يعني كل ما تزادت القيم ديال لي زيكس كل ما تنقصات القيم ديال لي زيف لي زيف لي اكس. حتى هنايا شنو غتولي؟ إذا ولات دالة تناقصية. إذا لاحظ معايا أن هاد الدالة هادي لاندا ألفا، إلا كانت اف تزايدية و أ موجب لامدا، عفوا لامدا موجب، فالدالة لامدا اف غتكون تزايدية. هذه القاعدة، يعني لامدا إلا كانت موجبة والدالة اف دالة تزايدية، فالدالة لامدا ألفا غتكون تزايدية. لاحظ معايا الحالة الثانية، إلا كانت اف دالة تزايدية ولكن لامدا في هذه الحالة لامدا هنايا لامدا سالب، إذا الدالة لامدا اف غتولي تناقصية. كيفاش شفنا هنايا؟ حيت ضربناها في ناقص واحد، ناقص واحد ولات عندنا الدالة تناقصية، كانت الدالة تزايدية ولات عندنا تناقصية. الحالة اللي من موراها هو أن اف دالة تناقصية، اف دالة تناقصية ولامدا لامدا موجب، فشنو غادي يعطينا؟ غتعطينا لامدا اف غتبقى تناقصية. وقدنا الحالة الرابعة، اف دالة تناقصية ولكن لامدا في الحالة سالب، كانت تناقصية وبما ان لامدا سالب غادي نبدل ليها الرتابة، غتولي لامدا اف تزايدية. هنا درسنا جميع الحالات ديال لامدا الفا، يعني فيما تشوف لامدا الفا كنت ديجا عارف اف دالة اف واش تزايدية ولا تناقصية. إذا كانت لامدا موجبة فالرتبة غتبقى هي نفسها، إذا كانت لامدا سالبة فالرتبة غادي تقلع. هذه بالنسبة للحالة ديال لامدا ألفا، كتبوا هادشي باش تعقلوا عليه. دابا غنشوفو مجموع دالتين، نعطيو مثال. مجموع دالتين هو مثلا عندنا الدالة اف، اف لي اكس هي اكس أس 2، ولكن جي على اكس هي
هي ناخذ مثلا هي ناقص ولا نحطوها هي اكس ولا هي اثنان اكس اثنان اكس مزيان. اذا ناخذ انا الصور يعني شنو هي تكون هاد الاش نسميها اش دي اكس هي اف زائد جي اف دي اكس زائد جي دي اكس صح معايا. اذا هنا الى خدينا العد واحد شنو هي الصوره ديالو الداله اف هي واحد وشنو هي الصوره ديالو الداله جي هي اثنان فغيعطينا الداله اش الداله اف الداله جي الداله اش صح معايا. اذا واحد الصوره ديال الداله اف هي واحد و اثنان الصوره ديال الداله جي هي اثنان والصوره ديال الداله اش نجمعو عليها بجوج هي ثلاثه اثنان الصوره ديال الداله هي جوج و اثنان هي اربعه هي اثنان هي اربعه والمجموع ديالهم ثمانية ثلاثه هنا تسعود وهنا سته وهنايا المجموع ديالهم 15. اذا مشينا حتى المهم اربعه 16 وهنايا 8 وهنا المجموع ديالهم 24 وهنا 5 وهنايا 25 وهنا 10 وهنا المجموع ديالهم 35. لاحظ معايا ان الداله اف داله تزايديه يعني كل ما القيم ديال لي زيكس كيتزادوا فالصور ديالهم حتى هما كيتزادوا واحد من واحد طلعنا 4 طلعنا 9 طلعنا 16. اذا الداله اف هي داله تزايديه الداله جي هي كذلك هي داله تزايديه وحتى المجموع ديالهم اش فهو دالة تزايدية كانت 3 ولا 8 ولا 15 ولا 24 بطبيعة الحال لأن كانت هادي غادا كتزاد. لاحظ معايا أن القيم ديال إكس كيتزادو وكيتزاد معاهم هاد إكس أخرى غادا كتكبر وحتى هاد إثنان إكس غادا كتكبر وبجوج بيهم كتجمعهم في دالة. إذا هادي كل ما إكس كبرها كل ما كتكبر هادي بزاف وحتى هادي كتكبر بزاف يعني حتى هاد أش غتكون كتكبر بزاف. يعني هنا المفهوم ديالنا يعني هادشي اللي باغي نوصلو هنايا هو ان الداله اف زائد جي الا كان الدوال بجوج تزايديه غتكون الداله اش داله تزايديه ولا كان الدوال بجوج دوال تناقصيه فالداله اش غادي تكون داله تناقصيه. بالنسبه لرتابه مركب دالتين عدديتين فهادو الدالتين يعني الداله جي والداله اش هذا مثلا جي غون اف فناخذو هاد التطبيق هذا جي غون اف فالرتابه ديال هاد الداله اللي هي مركب دالتين عدديتين الا كانوا الدوال بجوج عندهم نفس الرتابه فالداله اش كتكون عندها داله كتكون داله تزايديه. اما الا كان وحده تناقصيه والاخرى تزايديه فالداله اش غتكون تناقصيه. الا كان عندهم نفس الرتابه بمعنى ان بجوج بهم تزايديين او بجوج بهم تناقصيين فالداله اش غادي تكون تزايديه. اما الا كان وحده فيهم تزايديه والاخرى تناقصيه فالداله اش غادي تكون داله تناقصيه. دابا نخدمو هاد التمرين هذا. اول حاجه عندنا الداله اش المعرفه بهاد الدالات نعتبر الدالتين المعرفتين بهاد التعبير هذا. حدد مجموعه التعريف كل من الدوال السابقه يعني طلبوا منك مجموعه تعريف الداله اف مجموعه تعريف الداله جي ثم مجموعه تعريف الداله اش. اذا نبداو بالداله اش الداله اش نحط مجموعه التعريف ديالها ديدو اش ديدو اش شو تساوي. اذا هي ديدو اش عندي شنو عندي لاحظ معايا عندي هنايا الجدر الجدر عندي الفوق هذاك ما بداخل الجدر خاصو يكون موجب لان ما كاينش شي حاجه في الرياضيات الداخل ديالك يكون سالب. اذا هذاك الشيء اللي كاين الداخل بما انه مجهول ما عرفوش انا وكان عدد حقيقي سالب غنقول لا يمكن يعني هاد الاش ما عرفاش ولكن وكان عدد موجب ما غادي نقول والو لكن عدد حقيقي موجب ما غادي نقولو. لكن هنا عندي اكس مجهول هذا المجهول هذا خاصو يكون كبر من زيرو. اذا مجموعة تعريف الداله اش غادي ندير هي مجموعة الاعداد الحقيقية حيث ان اكس خاصها تكون كبر من زيرو و الشرط الثاني هو هذا الشيء اللي كاين في المقام خاصو يكون يخالف الصفر يعني بمعنى ان جدر اكس زائد واحد خاصو يكون يخالف الصفر وهذا شرط محقق لان جدر اكس زائد واحد راه ديجا ديفيرون زيرو. علاش؟ لان جدر اكس عدد موجب وزدت عليه واحد يعني ما عمره يرجع للصفر هو عدد موجب يعني موجب رقم من زيرو وزدت عليه واحد يعني ولا كبر قطعا من زيرو اذا ما كيساويش ليا صفر.
إن هذا بحال كيما نكونوا هادين أن هذه القضية هذه راه محققة بلا ما تعذبوا وتعذبونا معها محققة تعذبونا معكم. إذا هذه القضية هذه محققة فهذا الشرط هذا ما نافع الوالد أن ديجا هذه كاينة. قلنا هذا الشرط إكس أكبر من أو تساوي صفر يعني مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة يعني من صفر حتى زائد ما النهاية. كما نشوفوا مجموعة تعريف دي دو إف، دي دو إف هي دي دو إف اللي هي الجدر إكس يعني الجدر إكس جدر إكس شنو نقولو عندنا فيها غير جدر إكس أش غادي نقولو فيها إكس تنتمي إلى إر والتي تحقق أن تحقق ماذا أن إكس أكبر من أو تساوي صفر لأن عندي الجدر وهذه تاهي هي زيرو بيس لام إي. نمشي نشوفو دابا دي دو جي دي دو جي عندنا فيها المقام المقام هو هذا لأن إكس تنتمي إلى إر خاص المقام يخالف صفر إكس زائد واحد يخالف صفر بمعنى أن إكس تخالف ناقص واحد يعني إكس تخالف ناقص واحد يعني هي مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا ناقص واحد جميع الأعداد الحقيقية ما عدا العدد ناقص واحد. دابا غادي نمشيو حدد مجموعة تعريف كل من الدور السابقة و نستنتج أن الدالة جي أو إف دو إكس هي الدالة أش دو إكس. كيفما لاحظتو في مقارنة الدالتين مقارنة الدالتين يعني باش يكونو الدوال بجوج متساويين فخاصهم يكونو عندهم نفس مجموعة التعريف ثم لهم نفس الصيغة يعني الصيغة يعني إلا شديتي أش دو إكس الصيغة ديالها غتكون هي جي أو إف. اول حاجه غنمشي نشوف مجموعه التعريف يعني حدو مجموعه التعريف ديال الدالة جي اون اف. اذا جي اون اف مجموعه التعريف ديالها جي اون اف يعني شنو خاصها يكون خاص تكون اكس تنتمي الى ار يعني مجموعه الاعداد الحقيقيه التي تحقق ان اكس تنتمي الى اف يعني اكس تنتمي الى دي دو اف و الصوره ديالها اف اكس تنتمي الى دي دو جي تكافئ أن x تنتمي إلى R. علاش حسبنا مجموعة تعريف جي أون إف؟ لأن خاصو يكون عندهم نفس مجموعة التعريف وحنا عارفين بلي مجموعة التعريف جي مجموعة التعريف H ديجا حطيناها بقاتلنا مجموعة التعريف جي أون إف يعني خاصهم هاد الجوج يكونوا متساويين. إذا هنا x تنتمي إلى R بحيث أن x تنتمي إلى دي دو إف يعني x تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية يعني x تنتمي حقيقية موجبة x تنتمي إلى 0 بيس لانفيني و f لي x تنتمي إلى دي دو جي و f لي x تخالف ناقص واحد. وحنا عندنا f لي x لاحظ معايا f لي x هي جدر x f لي x هي جدر x وجدر x دائما فهو يخالف ناقص واحد هو شرط محقق. إذا خرج لينا هذا شرط محقق نعاود نكتبو ليها سطر باش يبان ليكم. إذا هنا قلنا حيث أن إكس تنتمي إلى مجموعة تعريف دالة إف لي زيرو كيس لانفيني و إف لي إكس ثنائي لجدر إكس تخالف ناقص واحد جدر إكس هو شرط محقق هذا محقق هذا محقق. اذا بقى لنا غير هذا الشرط هذا اذا مجموعة التعريف دي جي دي جي اون اف هي 0 بيس لانفيني. اذا هنا لقيناهم متساويين دي دو اش هي دي دو جي اون اف. ونشوف دابا التعبير ولدينا اذا خاصنا نقولوا دي جي اون اف تساوي دي دو اش هذه اول حاجه. إذا مجموعة التعريف ديالهم غادي نسميها علاقة واحد. إذا لهم نفس مجموعة التعريف يعني هاد الدوال بجوج غير بين أنهم متساويين هاد الدوال بجوج لهما نفس مجموعة التعريف. دابا نمرو للمرحلة الثانية هي الصيغة خاص تكون الصيغة ديال جي أون إف
هي الصيغه ديال اشلي اكس. الصيغه ديال اشلي اكس معروفه، خاصنا نحددوا دابا الصيغه ديال جيرون اف. العلاقه اللي كانت قبل سميناها واحد، اللي هي ان مجموعه التعريف جيرون اف تساوي مجموعه التعريف الداله اش. دابا غادي نشوفوا الصيغه لكل اكس من دي جيرون اف لدينا. نشوفوا الصيغه دابا. ف جيرون اف دو اكس تساوي جي ديال اف لي اكس تساوي جي ل اف لي اكس. هنا جي بلاس اكس نعوضها ب اف لي اكس، غتعطيني هنايا اف لي اكس ناقص واحد على اف لي اكس زائد واحد، وهذه غتعطينا هي جذر اكس ناقص واحد على جذر اكس زائد واحد تساوي اش لي اكس. اذا من خلال واحد واثنان، الواحد هي العلاقه اللي كانت قبل، واثنان نسميوها هذه العلاقه هذه، نستنتج ان جيرون اف دو اكس تساوي اش دي اكس. كيفما عطاونا هنا السؤال الثاني، هو بين ان بالنسبه للسؤال الثاني عندنا حدد العددين ا و بي بحيث ان جي اكس تساوي ا زائد بي على اكس زائد واحد. اذا خاصنا نلقاو ا و بي بحيث ان جي اكس تساوي هذا التعبير هذا، يعني عطاو هذه المتساويه صحيحه، وحنا خاصنا نبينو ونحسبو ا و بي. كاين جوج ديال الطرق، هو ان نوحدو المقام ديال هذا ونقارنوه مع جي اكس، يعني نبداو بالطريقه الاولى هي اللي هي السهله، ان غتشد ا زائد بي على اكس زائد واحد توحد مقام. المقام الواحد عندي هو اكس زائد واحد، هنا ا المقام ديالو كان هو واحد، ا خاصني نضربها في اكس زائد واحد غتعطيني ا اكس زائد ا، وبي نضربها في واحد غتعطيني زائد بي، ونقارنها مع جي اكس، يعني هاد جي لي اكس هي اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد. لاحظ معايا في المقارنة ديالي، نقارن هاد المقام مع المقام، هو نفس قضية البسط. إذا البسط يساوي البسط، إذا لدينا عندنا أ إكس لاحظ معايا زائد أ زائد بي. ندير الأقواس هادو باش نبين ليكم كيفاش غنخدمها. إكس ناقص واحد لاحظ معايا هنا أ إكس زائد أ زائد بي تساوي إكس ناقص واحد. لاحظ معايا إكس شنو هو العدد اللي نضرب فيه هنا؟ هو واحد. إذا إكس هنا نضرب فيها أ، إذا أ تساوي واحد، يعني العدد اللي نضرب في إكس في هذه الجهة اليمنى هو واحد، والعدد اللي نضرب في إكس في هذه الجهة اليسرى هو أ. إذا شنو؟ بما أنه متساوي فأ تساوي واحد، وهاد أ زائد بي تساوي ناقص واحد. إذا هنا ومنه أ تساوي واحد، و أ زائد بي تساوي ناقص واحد. علاش؟ اكس هنا كاين اكس، العدد اللي نضرب في اكس هنا هو واحد، وهنا نضرب فيه ا، اذا ا تساوي واحد. هذا العدد اللي بقى لي هنايا، وهذه الشياطه اللي بقات لي هنا، فهم متساويين، يعني ا زائد بي تساوي ناقص واحد، وبالتالي فان بي تساوي ناقص واحد، وهذا ا هذا ديو الجهه الاخرى غتولي ناقص ا، و ا عندنا هي واحد، اذا ناقص واحد ناقص واحد تولي هي ناقص اثنان. إذا ب تساوي ناقص اثنان و أ تساوي واحد. هذه الطريقة الأولى. نشوفو طريقة واحدة أخرى، يعني غادي نمسح هذه، حاول تكتبوها أو لا. الطريقة الثانية هو أنني نبدا من جي دي إكس، اللي هي إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد. وخاصني نحاول نكتب على هاد الكتابة هادي بحال لي قلتلها، عاود نكتبها لي بهاد الطريقة هادي. لاحظ معايا أن أ زائد ب على إكس زائد واحد، يعني باش أنها تفرق لاحظ شنو عندي في المقام من إكس زائد واحد، يعني هنا فوق في البسط خاصها تكون عندي إكس زائد واحد. شنو غادي ندير؟ غندير هي إكس زائد واحد على إكس زائد واحد. لاحظ معايا دابا المقام هو هو، لكن البسط كانت عندي إكس ناقص واحد ولات عندي إكس زائد واحد. يعني شنو هو العدد اللي خاصني نقصو من هاد الشي
باش يعطيني اكس ناقص واحد. هو ناقص اثنان، لان واحد ناقص اثنان هي ناقص واحد، وبالتالي غتولي عندي المتساوية صحيحة. إذا ما نقصتش هذا العدد فغيكون عندي غلط، ميمكنش لي أنا تولي ناقص واحد رجعت هذا لواحد، لا، لأن واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، إذا المتساوية عندي باقا صحيحة، ما بدلت فيها والو، غير هذا واحد ناقص واحد كتبتو على شكل واحد ناقص اثنان، ناقص واحد ياك هو كيتساوى مع واحد ناقص اثنان، إذا غير بدلت الكتابة. دابا شنو غادي ندير؟ نفرق كل حاجة المقام ديالها، إذا هنا غنبدا نفرق. نفرق هاد بارتي من بعد نفرق هاد بارتي، حيت هذا مقام واحد، اذا يمكن لي عاوتاني نفرق، حيت كاين واحد المقام وكاين نقدر نرجع هاد المقام كيف ما كان. اذا هنا غتولي عندي اكس زائد واحد على اكس زائد واحد ناقص اثنان على اكس زائد واحد، هاد اكس زائد واحد على اكس زائد واحد هي واحد ناقص اثنان على اكس زائد واحد. دابا رجعت لهاد الكتابة هادي، فهاد العدد هذا اللي كاين هنا هو ا، وهذا العدد اللي كاين هنا بما اننا كاين زائد، اذا هنا زائد وهنا ندير ناقص، صح معايا هنا ناقص، نقدر نكتب على هاد الكتابه هنا ناقص اثنان، هاد ناقص اثنان عطيت اثنان الاشاره ديالها وخليت هنا زائد، حيت زائد ناقص هي ناقص بحال بحال، اذا هاد ناقص نقدر نكتبو على شكل زائد ناقص، حيت زائد ناقص زائد في ناقص هي ناقص، اذا هاد العدد اللي كاين هنايا هو بي، وهذا اللي كاين هنا هو عقل عليه مزيان، لان غنخدمو به في السؤال اللي تابع. حدد رتبة الدوال اف و جي ثم استنتج رتبة الدالة ا. الثالث، فحدد رتبة الدوال الدالة اف والدالة جي. نبداو بالدالة اف، الدالة اف سهلة، دابا نكتبو كيفاش نحددو الرتبة، ليكون اكس و ايكغيك من المجال، ناخذ المجال ديال مجموع التعريف اللي هو اخ بليس. لدينا حيث يحققان، بحيث خاصني ضروري نكتب هادي، بحيث ان اكس خذو واحد ديرو الكبير، يعني خذ يا اما اكس كبر من ايكغيك يا اما ايكغيك كبر من اكس. الى وصلنا ان اف لاكس كبر من اف لايكغيك فالدالة تزاوديه، الى وصلنا ان اف لاكس كبر من اف لايكغيك فهي الدالة ناقصيه. اذا هنا قلنا اذا هنا دابا خاصنا نحددو تقطير ديال اف لي اكس مع اف لي ايكغيك. هنا اف لي اكس شنو هي؟ الجذر، اذا خاصنا ندخلو عليهم الجذر. لاحظ معايا ان اكس و ايكغيك مناش من المجموعة الاعداد الموجبة، اذا دخلت الجذر ما غيخرجش ليا مشكل، ندخل الجذر فغتعطيني هنايا جذر اكس اكبر من جذر ايكغيك. وشنو هي الجذر اكس؟ هاد جذر اكس هي الدالة اف لي اكس، وهاد جذر ايكغيك هو الدالة اف لي ايكغيك. مبقاش كيكتب بالنسبة، بما انني بديت ان انطلقت من اكس كبر من ايكغيك وأطرت اف لي اكس مع اف لي ايكغيك، فالدالة اف هي دالة تزايدية، اذا اف دالة تزايدية على المجال اف بي. دابا نشوفو المجال الثاني، يعني الدالة جي، نشوفو الدالة جي يعني الرتبة ديالها، ليكون اكس و ايكغيك، اكس و ايكغيك من اف بليس، المجال ديال الدالة جي مجموعة التعريف ديالها هي اغ ناقص واحد، اغ ناقص واحد، هذه مجموعة التعريف الدالة جي كيف ما شفناها قبل، يعني في الاول، في الاول ديال الفيديو. من بعد اكس و ايكغيك من المجال هذا، بحيث كذلك تا هو ناخذو واحد كبر من الاخر، ونحاولو نديرو تقطير، يعني دابا التقطير نديرو التقطير ديال هذا، لقينا ا و بي، شحال لقينا ا؟ ا هو واحد زائد ناقص، يعني ناقص اثنان، ناقص اثنان على اكس زائد واحد. قلنا زائد ناقص اثنان، يعني ا و بي لقينا ا هو واحد و بي هي ناقص اثنان، هذا هو التقطير اللي لقينا هنا، يعني بحال قال لك خدم به، حيت مادام عطاك هاد الثانية حدد علينا ا و بي ماشي عقلك، يعني خاصنا نخدمو بهم في السؤال الثالث، حدد رتبة الدوال اف و جي، حدد على جي شوية صعيبة، اللهم تخدم بها الطريقة هادي، تخدم بها التعبير هذا وما تخدمش بها التعبير، تخدم بها التعبير غتلقى مشكل، إذا نخدمو بها التعبير هذا، أول حاجة خاصنا نعطو اكس زائد واحد.
يعني اكس زائد واحد غنزيدو على كل طرف واحد، اذا اكس زائد واحد كل طرف زدت عليه واحد ما كيتغيرش الترتيب، تزيد عليه عدد ولا تنقص منه عدد ما كيتغيرش الترتيب. اذا حنا زدنا واحد بقى التعبير بهذا الشكل هذا. دابا غادي نديرو المقلوب، ومنه المقلوب هنا فين كيتغير، بما ان الاعداد بجوج كيخالفوا الصفر، عدد بجوج كيخالفوا الصفر، فهنا خاصنا نحدو باش نديرو المقلوب خاصهم يكونوا يا اما موجبين بجوج ولا سالبين بجوج. غناخدو على المجال، ناخذ المجال، نفرقوا المجالات، ناخذ المجال يعني من ناقص واحد حتى قيس لانفيني، والمجال من واحد من موان لانفيني حتى ناقص واحد، نفرقوا المجالات بجوج. نبداو بالمجال الاول، المجال ناقص واحد قيس لانفيني، فهاد التعبير هذا غادي يكون موجب، لاحظ معايا ناقص واحد حتى قيس لانفيني غيكون كبر من زيرو قطعا قطعا، وحتى هذا غادي يكون كبر من زيرو قطعا. اذا المقلوب فغيتغير الترتيب، غتولي عندي واحد على اكس زائد واحد اكبر اصغر من واحد على ايكغيك زائد واحد، حتى هذا كذلك واحد على اكس زائد واحد غتولي اصغر من واحد على ايكغيك زائد واحد. واخا بدل نفرقنا المجالات، علاش علاش فرقنا المجالات؟ اعتبر نفس النتيجه، فرقنا المجالات علاش؟ لان المقلوب كيقول لك خاص يكون عندهم نفس الاشاره، يعني الاعداد بجوج اكس و واي خاصهم يكونوا عندهم نفس الاشاره، يا اما يكونوا موجبين ودير المقلوب وتقلب تقلب الرمز، يا اما يكونوا سالبين ودير المقلوب وتقلب تقلب الرمز، يعني ما يكونش واحد سالب وواحد موجب. يعني هنا حتمنا على اكس و واي بجوج بهم كيتساويو لهذا المجال، و اكس و واي بجوج بهم كيتساويو لهذا المجال. في هذه الحاله هذه لاحظ معايا، في هذه الحاله هذه دابا حنا خاصنا نأطرو هاد التعبير هذا. دابا فاش نضربو؟ نضربو في ناقص اثنان، غنضربو في ناقص اثنان يتعاود يتغير الترتيب، غتولي ناقص اثنان على اكس زائد ايكغيك زائد واحد اكبر من ناقص اثنان على ايكغيك زائد واحد، حتى هنا ناقص اثنان على اكس زائد واحد غتولي اكبر من ناقص اثنان على ايكغيك زائد واحد. من بعد غنزيد واحد، ما الترتيب ما غاديش يتبدل، غتولي هنايا ناقص اثنان على اكس زائد واحد زائد واحد اكبر من ناقص اثنان على ايكغيك زائد واحد زائد واحد. وهذا شنو كيعطينا؟ كيعطينا ان الداله اف لي اكس بقات كبر من الداله اف لي ايكغيك، يعني كانت عندي اكس كبر من ايكغيك، اكس كبر من ايكغيك، ولات عندي الداله اف اكس هي اكبر من اف ايكغيك. اذا الداله تزاويديه على المجال ناقص واحد قيس لانفيني، وحتى هذه اذا زدنا عليهم واحد زدنا واحد هنا وهنا زدنا واحد، فغتعطيني ان الداله اف اكس هي اكبر قطعا من الداله اف ايكغيك. في كلتا الحالتين سواء كان هذا المجال هذا من واحد قيس لانفيني، سواء كان المجال من واحد لانفيني ناقص واحد، يعني المجال على ار ناقص ناقص واحد خدينا كامل، حيت هاد المجال ملي كيقول لك ناقص واحد بحال تمشي الورقة على جوج في ناقص واحد، بقاو جوج المجالات، المجال الأول من موان لانفيني ناقص واحد ها هو درسناه، والمجال الثاني من ناقص واحد قيس لانفيني ها هو درسناه. إذا الدالة اف كتبقى دالة تزايدية، الدالة جي ماشي الدالة دالة اف، أنا حنا في الدالة جي، هادي دالة جي وهادي جي وهادي جي وهادي جي. الدالة اف ديجا درسناها في الاول، درسناها من الدالة اف سهلة لأن فيها الجدر، أما هادي لي شوية صعيبة، كدير التعطير خاصك تمشي للتعطير كيفما هو بالقواعد ديالنا، ديما التعطير خاصو يكون الأعداد بجوج، بغيتي دير المقلوب يكون الأعداد بجوج لهم نفس الإشارة، يعني موجب موجب سالب سالب. دابا غادي نشوفو الدالة جيرون اف. غنمسح هادشي، إذا التتيمة ديال هاد الإنتاج إستنتج رتبة الدالة أش، أش دالة مركب دالتين على دالتين، لأن أش هي جيرون إف، وهاد جيرون إف هادي كنا شفناها، لأن الرتبة ديال جيرون إف خاص تكون يكونو الدالتين بجوج، إلا كانو الدالتين بجوج تزايديين بجوج، فإن الدالة أش هي دالة تزايدية، إلا كانو تناقصين بجوج فهي دالة تزايدية،
اما اذا كانت وحده فيهم تناقصي والاخرى تزويديه هنا فيك تكون دال العرش تناقصي، يعني دال الجيرون اف تكون تزويديه فقط اذا كانوا بجوج بهم عندهم نفس الرشابه، يعني ار اف و جي عندهم تزويديين بجوج او تناقصين بجوج كتكون دال العرش هي دال تزويديه. اما اذا كان وحده فيهم تناقصيه والاخرى تزويديه فدال العرش غادي تكون تناقصيه. داكشي اللي كنا شفنا ان اف داله تزايديه على ار بي، شفنا الداله الجي داله تزايديه على ار ناقص واحد، يعني اذا كانت تزايديه على المجال المجال كامل يعني ار ناقص ناقص واحد فهي تزايدية على إذا كانت تزايدية على هذا المجال كامل فهي تزايدية على ار بليس. علاش؟ لأن هذا ار بليس هو ضمن هذا المجال، فار بليس هو من زيرو كيس لانفيني، يعني هنا هذا المجال هذا مجموعة هذه الحقيقة كاملة حيد لنا غير ناقص واحد، هذا ار بليس هو من زيرو كيس لانفيني ما دخلش فيه ناقص واحد، إذا فهو هذا ضمن هذا. إذا كانت تزايد على المجال الكبير فهي تزايد على المجال الصغير، وبالتالي اش فهي تزايدية على المجموعة اف بليس. وبهذا غنكون وصلنا لآخر الفيديو، كملنا الدرس ديال العموميات حول الدولة العددية، بقالنا غير فقرة واحدة اللي هي التمثيل المبياني لدالتين، الدالة ديال الجذر جذر اكس زائد ا والدالة ديال ا اكس زائد ا.